مهندس احمد فكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. نشرح في هذا الفيديو ان شاء الله تعالى الجزء السادس من تعقيبنا على ملزمه الدكتور خالد البطل لمواد التحول الرقمي والمعرفه باسم ملزمه 19 سبتمبر في ماده الباوربوينت، وسنبدا بالسؤال رقم 115 و116. من تأثيرات الدخول تقليص وتشغيل، خطأ، الإجابة تمام. من تأثيرات التوكيد برم. طبعا حضراتكم لو نظرنا في الكتاب المقرر من التبويب حركات هنلاقي الحركة برم موجودة تبع التوكيد، أما الحركة تقليص وتشغيل لا توجد تبع الدخول. هنلاقي هنا في عندي الحركة ظهور وتضاؤل وهكذا، لكن الحركة تقليص وتشغيل غير موجودة أصلا، يبقى كده الإجابة تمام. سؤال 117، يمكن حفظ ملف العرض التقديمي بصيغة TTEF، خطأ، الإجابة تمام. حضراتكم لو حبينا نحفظ ملف الباوربوينت أو ملف العرض التقديمي ممكن أحفظه كقالب أو كPDF أو PPTX أو PPSX أو صورة، ولو نظرنا في هذا الجزء حضراتكم ألاقي الصيغة TTEF غير موجودة في هذا الجزء. يعني لما أحفظ الملف بختار حفظ باسم، بعد كده أختار حفظ الملف بنوعه، ودي أنواع الملفات اللي ممكن احفظ بيها ملف الباوربوينت، لكن الصيغه TTEF غير موجوده اصلا. سؤال 118، تزيب اطراف الوسائط نضغط على اقتطاع فيديو من تبويب خيارات التشغيل. ده سؤال اختياري حضراتكم ومر علينا في سؤال 91، الاجابه تمام، وده من الكتاب المقرر. عشان اعمل تزيب للفيديو يعني اعمل اقتطاع للفيديو اختار الامر اقتطاع الفيديو من تبويب خيارات التشغيل، جاب النص من الكتاب المقرر. سؤال 119، فارز الشرائح يظهر من تبويب عرض. تمام، لو اخترنا حضراتكم تبويب عرض في الباوربوينت هلاقي عندي هنا الامر اسمه فارز الشرائح. سؤال 120، من الاشكال المخطط الانسيابي. المخطط الانسيابي من الاشكال، الاجابه تمام. طبعا لو حبينا حضراتكم نعمل ادراج لاي شكل من الاشكال الاقي عندي هنا حضراتكم الخطوط، مستطيلات، اشكال اساسيه، اسهم ممتلئه، اشكال المعادله، مخطط انسيابي. يبقى المخطط الانسيابي ده حضراتكم موجود في الاشكال، وممكن تجينا اي واحده من دول حضراتكم، فالمفروض نكون عارفينهم ان شاء الله. سؤال 121، من المخططات المخطط النسيجي، يمكن ادراج مخطط نسيجي، صواب. السؤال ده حضراتكم جاوبناه ايه سابقا. لو حبينا ندرج مخطط من تبويب ادراج اختار مخطط، هتظهر هذه النافذه الاقي عندي هنا مخطط نسيجي. وجي سؤال قبل كده حضراتكم انه من المخططات المخطط القمعي، واحيانا بيجي مخطط خريطه، فالمفروض نكون عارفين انواع المخططات الموجوده في الباوربوينت. الاجابه تمام، الله ينور. سؤال 122، لحفظ العرض كفيديو من قائمة ملف اختار تصدير ثم انشاء الفيديو. ده سؤال اختياري حضراتكم واجابته تمام، وجاوبناه حضراتكم الموضوع ده في سؤال 92، لحفظ الفيديو بجودة عالية بدقة 1920x1080، جاوبناه سابقا بالتفصيل، وده جاي من الكتاب المقرر. اختار امر تصدير من تبويب ملف، هتظهر نافذة اختار منها انشاء فيديو ثم انشاء فيديو، الله ينور. سؤال 123، يمكن ادراج ملف اوتوكاد من ملف العرض التقديمي. الاجابه تمام. حضراتكم لو حبيت ادرج كائن ممكن ادرج مصنف اكسل او مستند وورد، بحيث ان انا من تبويب ادراج اختار الامر ايه كائن، هتظهر لي هذه النافذه. دي البرامج اللي ممكن ادرجها في الباور ايه بوينت، فمنهم برنامج الاوتوكاد. تمام. سؤال 124، أقل نسبة تصغير الشريحة 30%، خطأ. السؤال ده مر علينا حضراتكم في السؤال، جاوبناه في سؤال 110، الإجابة تمام زي الفل. يعني لو أنت من تبويب عرض اخترت تكبير وتصغير ألاقي دي نسبة التكبير حضراتكم 400 200 100 33. يعني لو حبينا نجرب السؤال ده عملي نلاحظ هنا من خلال هذا المنزلق أكبر نسبة تكبير 400% أو أقل نسبة تصغير اللي هي 10%. تمام. سؤال 125، يوجد امر ترتيب في تبويب تصميم، خطا، الاجابه تمام. حضراتكم لو جبنا تبويب تصميم الاقي عندي في اوامر حجم الشريحه وتنسيق الخلفيه وافكار التصميم، والامر افكار التصميم حضراتكم مر علينا في سؤال 98 وسؤال 99. سؤال 127، عند التقاط شاشة يظهر لك خيارات النوافذ المفتوحة، الإجابة تمام. الشرح ده موجود حضراتكم في المقرر القديم، إدراج سكرين شوت أو لقطة شاشة
تعني صورة من أي نافذة مفتوحة. فلما اختار هنا من تبويب إدراج لقطة شاشة، ألاقي ظهر لحضراتكم النوافذ إيه؟ المفتوحة. لو حبينا نجرب عمل حضراتكم من تبويب إدراج، هنختار لقطة الشاشة، ألاقي ظهر لي هنا حضراتكم النوافذ المفتوحة. يعني ممكن أدرج النافذة دي كده، أدرجها لي كصورة في الباوربوينت. كده الإجابة تمام زي الفل. سؤال 128، وقت التمرير هو، لا دي المفروض حضراتكم وقت التمرين هو الوقت المستغرق لتقديم كل شريحة، وتم اختياره من تبويب عرض الشرائح. طبعا دي موجودة في الكتاب المقرر، وقت التمرين يسجل الوقت الذي تحتاجه لتقديم كل شريحة، وده من تبويب عرض الشرائح. الإجابة تمام زي الفل. سؤال 129، لإخفاء حدود الأشكال الرسومية أو النصوص نضغط على فورمات ثم شيب فيل ثم نو فيل. خطأ، الإجابة تمام زي الفل. ليه حضراتكم؟ الإجابة دي موجودة في المقرر القديم، بيقول لنا لإخفاء حدود مربع النص أنقر عليه نقرة واحدة، ثم من الصيغة تبويب فورمات أنقر السهم المجاور لأيقونة شيب أوت لاين، ومنها أختار نو أوت لاين وليست شيب فيل، يبقى نختار شيب أوت لاين. دي نجربها عمل حضراتكم، معايا شكل تلقائي حضراتكم عاوز أعمل له تعبئة، من تبويب تنسيق اللي هو فورمات أختار تعبئة الشكل اللي هي شيب فيل، وأختار اللون اللي أنا عايزه. كده بغير اللون التعبئة الخاص بالشكل ده. لو حبيت ألغي التعبئة بختار حضراتكم ايه؟ نو فيل، بلا تعبئة. لكن موضوع الحدود حضراتكم، لإخفاء حدود الأشكال ألونه بلون تاني حضراتكم عشان يظهر معايا. لإخفاء الحدود من تبويب أختار المخطط التفصيلي للشكل اللي هي ايه؟ شيب أوت لاين، وأختار لون الحدود اللي أنا عايزها. يبقى كده غير لحضراتكم لون الحدود للون الأخضر، أخليها أي لون تاني. طب عاوز أخفي الحدود حضراتكم، يبقى من المخطط التفصيلي للشكل اللي هي شيب أوت لاين أختار ايه؟ بلا مخطط تفصيلي. يبقى كده حضراتكم أخفيت الحدود، يبقى الحدود الخارجية تم إخفائها. يبقى هنا المفروض عشان أخفي الحدود أختار حضراتكم شيب أوت لاين من تبويب فورمات أو من تبويب تنسيق. يبقى كده هنا ايه؟ الإجابة تمام زي الفل. سؤال 132، لتغيير لون النص نضغط على هوم فونت كولر. تمام، من تبويب هوم أو الصفحة الرئيسية أختار لون النسق أو الفونت كولر، وأختار اللون النص اللي أنا عايزه. لاحظوا حضراتكم سؤال 130 و131 تم شرحهما في تعقيب 22 الجزء الثالث من الباوربوينت، تبقى ترجعوا لهم ان شاء الله. سؤال 134، لكي نجعل العرض التقديمي يبدا من الشريحه الرابعه لابد من تحديد هذا عن طريق الضغط على سلايد شو سيت اب سلايد شو. تمام، الاجابه تمام. يعني عايز العرض التقديمي يبدا من شريحه معينه سواء الرابعه او اي شريحه، بختار من تبويب عرض الشرائح اللي هو سلايد شو اختار اعداد عرض الشرائح. هيظهر لي هذا الصندوق حضراتكم عرض الشرائح، اقول له هنا من 4 إلى 19. لو حبينا نجربها عملي، من تبويب سلايد شو عرض الشرائح اختار اعداد عرض الشرائح اللي هي سلايد اللي هي سيت اب سلايد شو، هيظهر لي هذا الصندوق حضراتكم، اجي اقول له هنا ايه؟ عرض الشرائح من شريحة 4، أزود هنا خليها 4 إلى 22، يبقى كده أقول له إيه؟ موافق. لما أقول له موافق حضراتكم، لما يبدأ العرض هيبدأ لي من شريحة 4. الإجابة تمام. سؤال 134، ريدنج فيو يتم فيه عرض محتويات الشريحة للقراءة فقط ولا يمكن تعديل محتوياتها. السؤال ده مر علينا سابقا حضراتكم في سؤال 59، عرض القراءة يتم فيه عرض محتويات الشريحة للقراءة فقط ولا يمكن تعديل محتوياتها. لاحظوا هذه الأسئلة حضراتكم جاية من المقرر القديم، التعريف بالنص في المقرر القديم اهو. يتم فيه عرض محتويات الشريحة للقراءة فقط أي لا يمكن تعديل محتوياتها. لكن في المقرر الجديد حضراتكم طريقة عرض القراءة ممكن يجيني سؤال بهذا الشكل ويجي يتكرر كتير، يعرض العرض التقديمي في شاشة كاملة مثل العرض الشرائح ولكنه يمنحك القدرة على الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك في نفس الوقت. الإجابة تمام. سؤال 136، لتغيير لون الأشكال الرسومية نضغط على فورمات شيب فيل. لسه رشحينه من شوية حضراتكم. سؤال 137، لإخفاء شريحة وعدم إظهارها في أثناء السلايد شو نضغط على سلايد شو هايد سلايد.
تمام، يبقى من تبويب عرض الشرائح اختار اخفاء الشريحة. السؤال اجابة تمام زي الفل. سؤال 146 وسؤال 147 وسؤال 149 وسؤال 151 اجابتهم من الكتاب المقرر بالنص. شريط العنوان يحتوي على عنوان العرض التقديمي المفتوح. اهو حضراتكم شريط العنوان يحتوي على عنوان العرض التقديمي المفتوح. الشريحة صفحة يمكنك إضافة الكائنات بها. الشريحة صفحة حيث يمكنك إضافة الكائنات الخاصة بك. جزء الملاحظات مساحة لإضافة ملاحظات مقدم العرض أسفل الشريحة. جزء الملاحظات مساحة لإضافة ملاحظات مقدم العرض. شريط الحالة أسفل إطار البرنامج يعرض الحالة الخاصة بالخيارات المحددة. شريط الحالة شريط يوجد أسفل إطار البرنامج ويعرض الحالة الخاصة بالخيارات المحددة. يعني هذه الأسئلة حضراتكم جاء من نص من الكتاب المقرر. سؤال 160 يمكن عرض جميع ملفات العروض التقديمية المفتوحة متتالية وراء بعض عن طريق الضغط على فيو تاب ثم كاسكيد. السؤال ده حضراتكم جاي من المقرر القديم بالنص. يمكنك عرض جميع ملفات العروض التقديمية المفتوحة متتالية وراء بعضها البعض عن طريق فيو تاب كاسكيد. سؤال 170 للذهاب الأول شريحة نضغط كنترول زائد هوم، للذهاب الآخر شريحة كنترول زائد إند. الإجابة تمام زي الفل، ودي برضه مشروح في المقرر القديم بالنص. الذهاب إلى أول شريحة كنترول زائد هوم، الذهاب لآخر شريحة كنترول زائد إند، والذهاب للشريحة السابقة نضغط على بيج أب، الذهاب إلى الشريحة التالية نضغط على بيج داون. لو حابين نجربها حضراتكم انا واقف دلوقتي لاخر شريحة، لو ضغطت كنترول هوم هلاقيه راح لي لاول شريحة، كنترول اند راح لي لاخر شريحة، طب بيج اب راح لي للشريحة السابقة بيج اب، طب بيج داون راح لي للشريحة التالية، وده طبعا موجود بالنص في المقرر القديم. نكتفي بهذا القدر من تعقيبنا على منظمة الدكتور خالد البطل في مواد التحول الرقمي، وسوف نستكمل التعقيبات في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. أتمنى أن يكون الشرح واضح ومفهوم. نراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.